كل الشكر والتقدير للموقعين الاعلاميين هنا 24 فيس بريس ديال قصر كبير على المواكبه ديالهم وعلى الحضور ديالهم ولا تسليط الضوء على ملف ديال قوارب العبور النهريه الموجوده بشاطئ مدينه العرائش. مدينه القصر الكبير هي ايضا معنيه بهذا الملف هذا، لان شاطئ العرائش وبحر العرائش هو بحر القصر الكبير. ومن منبرين باغي نوجه واحد الرساله للمجتمع المدني القصري، راه ما يهمنا يهمكم وما يهمكم يهمنا. البحر ديال العرائش راه هو ديال القصر، وهذه دعوه من خيرات هذا النضال من اجل استرجاع هذا التراث وهذه الذاكره ديال الاقليم ديالنا جميعا. مجموعه ديال النضالات خاضها المجتمع المدني من العرائش، مجموعه وقفات، مراسلات، طرق مجموعه من الابواب، ولكن لم تجد اذانا صاغيه. قوارب العبور او الباساخير كما نسميها هنا محليا، الباساخير هو تراث ديال المدينه وذاكره ديال مجموعه ديال الاجيال، وكيلعب واحد الدور ديال النقل بين الضفتين، وكيساهم في الانتعاش الاقتصاديه ديال المدينه، وكيساهم في الانقاذ ديال الارواح ديال مجموعه ديال الشباب كيكونوا كيقطعوا للضفه الاخرى. هذا الشيء معروف وهذا الشيء كلشي كيعرفه، ولهذا نتساءل اين السلبي في تواجد قوارب العبور النهريه بنهر لوكوس؟ ما يمكنش ما هو امني يغلب كل هذه الايجابيات الاخرى. ما يمكنش حنايا ننتصروا المقاربه الامنيه وتنتصر على المقاربه التنمويه والمقاربه الاجتماعيه والمقاربه الاقتصاديه. هنا مجموعه ديال الناس كانوا كيشتغلوا هنايا بالسواعد ديالهم وفاتحين اسر، فهمتيني، هو مجال مدير للدخل لواحد مجموعه ديال المواطنين والمواطنات. غنجيو حنا غنقطعوا ليهم، هنا كنضربوا حتى الشعار التي ترفعه الدوله عندما تتحدث عن الدوله الاجتماعيه والدوله العادله. علاش تم التوقف ديال هاد البطولات؟ الذريعه وكان قرارا عامليا. الذريعه هو ان لا تتوفر شروط السلامه هنا. قال لك البواخر كتدخل مثلا، تقدر توقع شي حوادث، تقدر توقع شي حاجه. في صراحه في مؤخرا قبل اعدام قوارب العبور ما بقاش التنظيم. في الاول كانوا الدولة وكانت السلطات تسهر على تسييرها وتنظيمها، يعني كيكون هنايا رجال السلطات كيكونوا هنا وكيكون داك الشيء منظم والعدد ديال الركاب كيكونوا منظمين. من بعد تم سحب السلطة من سكاليرا، ولا داك الشيء عشوائي، ولا داك الشيء غير منظم، فكانت لهم الذريعة من أجل إقبار هذا التراث وهذه الذكرى. حنا كنقولوا السيد العامل والمسؤولين ينظموا هاد النشاط هذا، ماشي الغيوه وماشي عدمه، هذا هو المطلب اللي عندنا حنايا. هاد الصيف هذا راه فات كنظن ما كاين والو، كنتمنوا في الصيف القادم ان شاء الله. شحال من عام دابا البطولات؟ مر من كورونا لهنايا، من كورونا لهنايا وقوارب العبور تعدمت العرايش اللي عندها اكثر من 100 سنه، الاجداد والاباء فهمتي حضروا عليها، وهذا الشيء ساهم في ان مجموعه ديال المهاجرين ديالنا في بلاد المهجر ما يدخلوش للعريشه العامه. وهذه راه عيب وعار اننا ولاد البلاد نجريو عليهم، بالعكس خصنا نوجدوا لهم الارضيه باش يرجعوا لبلادهم ويفرحوا ببلادهم ويتلاقوا مع الاهل ديالهم. مؤسف صراحه، مؤسف جدا اننا نجيو لواحد النشاط تاريخي ونعدموه بكل بساطة بدماء باردة. مؤسف، مؤسف جدا. في الحقيقة الذريعة التي اعتمد عليها القرار العاملي هو حماية سلامة المواطنين، بأن قوارب العبور ما كتوفرش فيها السلامة. إذا جينا وسقطنا هذه الذريعة على هذه الخردة التي تجوب شوارع المدينة، الطوبيسات التي تنقل المصطفين إلى الشاطئ رأس الرمل،
راه هي اكثر خطر على المواطنين. ولا رجعنا للتاريخ ديال قوارب العبور نهار كانوا انا بعدا انا دابا راه ازيد من 40 سنه عمري ما حضرت على شي حادث ديال الغرق تسبب فيه الباطل او الانقلاب ديال الباطل وماتوا الناس. وقعت واحد الحادثه ولكن ما ماتوش الناس، كانوا البواطل حداهم والقوارب حداهم وجبدوهم. عكس ان الحافلات اللي كتهز 120 و 150 واحد وعدد ديال المقاعد اللي هي مؤسورية مأمنة راه محدودة والباقي كامل راكب الطوبيس ما مأمنش، في خرق واضح للقانون. وتمر عبر السد ديال الأمن حتى واحد ما كيوقفها، حتى واحد ما كيقولش ما هذا الخرق. إذا كنتم تتذرعون السلامة وحفظ سلامة المواطنين فهي مهدورة مع حافلة العار والخزي. الله يجزيكم بالخير، رجعوا لنا قوارب العبور. هذا نداء راه كل عرائشيين وكل قصراوة كيناديو به. راه كيما قلت لك في الاول، قوارب العبور هو واحد ذاكرة مشتركة ديال القصر والعرايش والدواوير كاملة ديال اقليم العرايش. تحياتي اليوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.